التواصل. إذن مشاهدينا الكرام في انطلاقات الختام في هذه اللحظة على بركة الله يسير هذا الشوط خاتم أشواط انطلاقاتنا الصباحية بالتحدي والمنافسة، خاص هذا الشوط بالجعدان المهجنات الأصايل من سن الإذاعة. على بركة الله تنطلق هذه الدفعة الأخيرة في سباق هذا اليوم ليسدى الستار على سن الصغار في هذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام نقترب من البداية ونقترب من صدارة الشوط والمركز الأول. هنا يأتي سرابلي سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي يحتل المركز الأول، ها هو مقصص بينما في عملية تضميره سهيل بن سالم العامري اللي يقترب من المركز الأول ليقتنص فرصة بالناموسي والانتصار. المركز الثاني يأتي مشوش على ثاني المراكز، تعود ملكية مشوش لهجن العاصفة، بينما في عملية التضمير يأتي الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما انفجر يحتل المركز الثالث لهجن العاصفة والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع نقله مشاهدينا الكرام إلى معزم يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، بينما في عملية تضمير سالم بن مطر بن حاده الاجتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس هو الكايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع في عملية التضمير. والمركز السادس هناك مليح لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات حولنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز السابع متعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتضمير لسالم بن حمد بن هيان العامري يحتل المركز الثامن في هذه اللحظات، و تاسع المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز العاشر لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي يحتل المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة في الانطلاقات والتحديات والمنافسات، منافسات قوية وأعداد كبيرة ومشاركات من خلال الانطلاقات والتحديات. هكذا أيها الحول الكريم نقترب بحضراتكم من انطلاقات هذه الأشواط والتحديات، ولكن نسير إلى المركز الأول، نسير إلى قمة هذا الشوط بالمنافسة الجميلة والتحدي. هناك على المقدمة حصل تغيير، تغيرت النتيجة وسارت هجن العاصفة إلى المراكز الأولى كالعادة، كالعادة دائما في المنافسات والتحديات. وها هو مفجر الآن ينتزع المركز الأول ويسير إلى صدارة الشوط. هنا مفجر لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع في عملية التضمير، بينما كذلك متابعة ثنائية من مشوش اللي يحتل المركز الثاني، واكيد يشوش على رادارات المشاركين، ولكنه في النهاية يأتي بالقمة ويأتي بالأداء المميز الجميل اللي ما يتعب المضمر ولا يتعب المتابع يازم في مقدمة الشوط، ومن ثم يكمل المشوار نحو خط النهاية بالتفوق والانتصار. المركز الثالث، المركز الثالث الكايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوب يضمر الكايد عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز المركز الرابع وصل الان من اشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد رايد المكتوم، عملية التضمير تعود لمطر بن سيف الله حج الهاجري. المركز الخامس هنا تقدم مليح لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير، بينما هناك في المركز السابع للسيد صاحب السمو الشيخ محمد رايد المكتوم والمضمر سالم بن مطر بن حاذر الاجتبي. نعود اذا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في سلسله هذا الشوط، في منافسات هذا الشوط وفي فيلم هذا الشوط، ولكن البدايه حصل تغيير من نشوان، يندفع هنا نشوان في صداره الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر المنتشي مطر بن سيف باللاحج الهاجري اللي غير النتيجة مباشرة إلى المركز الأول في ظل هذا الهدوء اللي يسير في هذا الشوط. في ظل هذا الهدوء ما شاء الله تبارك الله إنه نشوان على مقدمة هذا الشوط ليحتفل بالمركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوب. مطر بن لاحج الهاجري يقوده في عملية التضمير. المركز الثاني مفجر يحتل المركز الثاني، 1200 وصلنا مع
خط التحركات مع خط الانتظار ومفجر في المركز الثاني هجن العاصفة، مشوش في المركز الثالث من هجن العاصفة، والواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، بينما الكايد يحتل المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. الآن ننتظر التعليمات على هذه الجعادين في الانتقال والانتصار، شوط الختام، شوط الختام، أكيد هناك من يستعد لهذا الشوط، من يأتي منطلقا، ولكن نشوان لا يزال هو المسيطر، لا يزال هو القادم إلى خط البداية بكل قوة، نشوان لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، لكن هجوم من هجن العاصفة، هجوم من قبل مفجر، هجوم من قبل مفجر، مفجر ليحتل المركز الأول ويستعيد البداية، البداية، إنها البداية، إنه المركز الأول، إنه العشق الذي لا ينتهي مع هذا المركز، مع هذا الموقع، إنه مفجر من هجن العاصفة، هجن العاصفة التي تتقدم دائما وتقدم المزيد من السلالات، المزيد من المسميات، والمزيد كذلك من هذه السباق، أكيد بلا شك يبدأ السباق وينتهي العاصفة مع هجنة. عموما على كل حال مفجر بدون منافس على الإطلاق والانطلاق، نعم بالواثق وتضميره بالفعل يوفن السبك ولا يخلف، النعم بالواثق وتضميره. عموما على كل حال ها هو مفجر في المركز الأول بدون منافس على الإطلاق، كما نتابع ونشاهد في هذا المنطلق وهذا التحدي المثير، التحدي الأخير لهذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على خطف المركز الأول من خلال تواجد مفجر، تهانينا والناموس. المركز الثاني نشوان لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث مشوش من هجن العاصفة، بينما الانتظار للبقية التي تصل في هذه المنافسات. المركز الرابع ياتينا متعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، خذ المركز الرابع. والمركز الخامس هنا تقدم مليح لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. هكذا كانت النتيجة حولنا مشاهدينا الكرام، لكن نعود بحضراتكم إلى لحظات الإعادة لهذا الشوط والتوقيت الزمني الذي حضر في منافسة الختام في هذه الانطلاقة. نشوف التوقيت الزمني 8:03، 8 أجزاء من الثاني. ثانين والناموس الهجن العاصفة على فوز مفجر بالمركز الأول، كذلك التهنئة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي حل في المركز الثاني ياتي مشاهدينا الأعزاء نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومع عملية التضمير ياتينا مطر بن سيف بلاحج الهاجري، حيث قدم من مسافة 5 كيلومترات التوقيت الزمني الخاص بنشوان، حيث استطاع أن يقطع هذه المسافة توقيت زمني مقدار 8:10 و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي حل في المركز الثالث من خلال هذه الانطلاقة مشوش من هجن العاصفة، حيث حضر في ثالث المراكز مع منافسات الختام الصباحية في هذا اليوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، حيث استطاع أن يقدم الأداء المميز، الأداء الفريد والجميل في هذه المشاركات. تهانينا والناموس لهم على الفوز والانتصار. توقيت مشوش مشاهدين الكرام أمامكم 8:13 وجزئين من الثانية. كان هذا هو التوقيت الزمني الذي حضر في هذه